اسمعوا يا أهل السودان، لو كان في إكرامكم ذبح الغنم والإبل والبقر لما كفتكم أغنام المملكة كلها، لكن سلمان العزم والحزم قد أكرمكم بأعظم من هذا، وجاء بكم في هذا المكان وفي هذا الموطن وفي هذه الليلة المباركة وفي هذا اليوم الذي يفرق فيه كل أمر حكيم، لأجل أن يكتب لكم الرباط والجهاد والقتال. داعية سعودي يخاطب جنودا سودانيين على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية مع اليمن. يذكرنا هذا الكلام بكلام آخر سمعناه فيما مضى، كلام يحرض على القتل ويبرهن على أن المحطة الأولى في صناعة الإرهاب قبل الحديث عن تمويله هي الحاضنة الفكرية، حيث يتم تأويل النص الديني والزج به في سياقات معاصرة لتبرير ما لا يبرر. هكذا ولدت في المملكة العربية السعودية كل التنظيمات المتطرفة التي غيرت وجه العالم فأساءت إلى الإسلام والمسلمين في كل أصقاع الدنيا. هكذا ولدت القاعدة التي أسسها الملياردير السعودي أسامة بن لادن وخلفه المصري أيمن الظواهري، وهكذا ولدت داعش التي كان يصنع لها الفتاوى البحريني تركي البن علي. بهذا الخطاب التحريضي الذي يوظف الدين ويجعل منه مطية لأغراض سياسية، هاجم 15 سعوديا وإماراتيان ومصري برجي مركز التجارة العالمية بنيويورك يوم 11 من سبتمبر العام 2001، لتبدأ كتابة تاريخ جديد يتبنى فيه الغرب صورة مشوهة عن الإسلام ويشرع فيه لصراع الحضارات. أن هناك حاليا قوة اسمها المملكة العربية السعودية قادرة على اتخاذ قرارات مثل إعلان حرب أو إعلان سلم بدون الرجوع إلى القوى العالمية، بدون الاستئذان من الأمم المتحدة. نحن نستطيع تجهيز يعني انتحاريين أو مجاهدين بمعنى يعني بمعنى مقاتلين مجاهدين، يعني بلغتهم هم بأسلوبهم هم الانتحاريين أو مجاهدين. نستطيع يعني تجهيز مليون سعودي في خلال ربع ساعة، أنا أستطيع أجهز لك مليون سعودي كلهم يريدون الجنة. نستطيع تجهيز مليون سعودي في ربع ساعة ليصبحوا انتحاريين. هذا الكلام إن دل على شيء فهو يدل على أن تفريخ الانتحاريين والمقاتلين أصبح بالنسبة إليهم في السعودية أمرا من السهولة بمكان، بعد أن صارت الحاضنة الفكرية جاهزة ومهيئة للقيام بأصعب الأدوار، فالتحريض هو العتبة الأولى للإرهاب. أفبعد هذه الشواهد الساطعة يجوز لنا أن نسأل كيف تغسل أدمغة الشباب ومن يدفع بهم إلى المحرقة؟